الحمد لله رب العالمين، قدر من الأزل وما قدر لا بد وأن يكون، فمن قدر له الخير أصلح له باله، ومن وكل إلى نفسه بدنياه مفتون. أودع في كل قلب ما أشغله، فسهرت أعين ونامت عيون. سلم من فوض الأمور لله، وسعد من في المصائب لزم السكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول للشيء كن فيكون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد الأمين المأمون، خيار من خيار تنقل بين أشرف الأصلاب وأطهر البطون. تلألأ نوره في جبين آدم من قبل أن يكون له بنون، فسبحان من بالحلم جمله، صلوا عليه، فسبحان من بالحلم جمله وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. أكرم من منح العطايا، وأشرف من ركب المطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. عيروه بفقره واتهموه في عقله، فوا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. سلمت عليه الأحجار وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الذئب في حضرته الجفون، صلى الله عليه وسلم. بلى من شاء الله هدى، ومن أضله أعماه، ولله في خلقه شؤون. فصلاة وسلاما على من سلوكه بأمرك مسنون، وطريق الجنة في اتباعه مضمون. وعلى الصحب والآل والذين إذا ذكر عندهم محمد عليه يصلون. صل عليه. حديث صحيح، يقول النبي: إني لأعلم حجرا، واللام هنا لم التوكيد، مش ناهية ولا نافية، يعني النبي يعرف بصحيح. يقول النبي: إني لأعلم حجرا في مكة قبل البعثة، حينما أمر عليه يلقي علي السلام. الحجر كان يسلم على رسول الله قبل الإسلام، كيف لا نحبه؟ ازاي ما نحبش النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبنا، حبيبنا اللي انت مزعله منه. تاخد حديث كمان، خد حديث كمان، بس صل عليه. ذات يوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، بيعيط النبي، وعياط النبي ده مش كده، مش كده، احنا بنعيط عشان دنيا. انضربت ضربة حلوة في التجارة، يا ريتك تعيط، بتنجل جلطة، صح؟ احنا العياط بتاعنا دنيا، لكن بكاء النبي في حاجة تانية خالص. يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فينزل أمين الوحي جبريل على أمين الأرض محمد صلى عليه، يقول له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، وهو أعلم، ويقول لك: ما الذي يبكيك؟ ربنا بيسلم عليك وبيقول لك: انت بتعيط ليه؟ ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ شوف رد النبي، قال ايه وصلى على النبي. قال النبي: يا جبريل، من لأمتي من بعدي؟ ما
أتصلي عليه. عياط النبي خايف على أمته، خايف يخاف النبي على أمته. يا جبريل من لأمتي من بعدي؟ فأوحى الله عز وجل إلى رسوله قائلا: يا رسول الله، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. هنرضيك يا محمد في أمتك، ما تبكيش يا رسول الله، هنرضيك في أمتك يا رسول الله. فقال النبي: وأنا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. مش هيرضى وواحد من أمتي النبي صلى الله عليه وسلم في النار أكثر من الصلاة على رسول الله. صلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله يا رب وعدنا الجنة. آمين يا رب العالمين. الجنة الجنة. أقول لك إيه يا أخي، بعض الصحابة كان يقول: الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. الجنة اوعى تبيع الآخرة بالدنيا، خدها مني. ما يغنيش عن الجنة الفلوس، ما يغنيش عن الجنة النساء، ما يغنيش عن الجنة الدولارات، ما يغنيش عن الجنة الأراضي اللي نشفت ريق الناس، ما يغنيش عن الجنة ضرب الأسفنات في الناس، ما يغنيش عن الجنة إنك تحسد الناس وتسحر الناس، ما يغنيش عن الجنة أي شيء. ليه؟ أقول لك ليه بس. اتصلى على سؤال يطرح نفسه: لماذا سميت الثاني؟ سؤال يطرح نفسه: لماذا سميت الجنة جنة؟ يعني جنة اسمها حلو صحيح، بس معناها ايه؟ مأخوذة من ألفاظ في اللغة العربية. سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه. متداري بطن أمه. سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه. وسمي المجنون مجنونا لاستتار عقله. وسمي الجن جنا لاستتاره عن العيون، ما حدش بيشوفه. وسميت الجنة جنة لأن من دخلها فقد ستره الله. واحد تسترك بتسترك. نسأل الله أن يسترنا. والله ده احنا المعاصي على رأي الناس الفلاحين، المعاصي بتكب من على الريش، صح ولا ايه؟ كب حتى مش متسوية. من عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم لمن أراد أن ينصرف حتى أكمل الحديث رغبة لأهل المتوفى. وحد ربك وقل لا إله إلا الله. شكر الله سعيكم. احنا في بعض الألفاظ عايزين نصلحوها، ما اسمهاش شكر الله سعيكم، ما تغزنيش، اسمها شكر الله سعياكم.
شكر فعل ماض مش ماضي، فعل ماض مبني على الفتحة. من اللي شكر؟ الله. لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة. شكر الله إيه؟ سعيكم. سعي مفعول به، وهي من المنصوبات، فمفعول به منصوب بالفتحة، لكن سعيكم يبقى كده باللغبط وبنعك أو بنعك، يبقى شكر الله سعيا. سعيكم مفعول به منصوب بالفتحة، وكم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أنا عايزك تصل على النبي. وفي المتوفى وفي المتوفي، المتوفي بالكسر هو الله، لأنها اسم، اسمها في الصرف اسم فاعل، يعني الفعل يتوفى بيضم أوله، أول مضموم أوله ومكسور ما قبل آخره، يبقى متوفي اللي هو، اللي هو مين؟ الله. لكن المتوفى اللي هو مات، لكن تلغبط على بعض، تخلي ربنا وتخلي اللي فوق تحت وتلغبط الدنيا، يبقى اسمها شكر الله إيه؟ ها؟ سعياكم. الله يفتح عليكم، صلوا على رسول الله. تمام. الجنة هو رب النظر. الجنة جميلة يا جماعة، الجنة حلوة خالص. نسأل يا رجل، كفاية إن في الجنة حبيبك النبي، والله دي تكفي. اللهم كما حرمنا من رؤية رسولنا في الدنيا، لا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة. اللهم أمين يا رب. الجنة حلوة بس مشروطة، والمشروطة محطوطة، وربنا شرطها في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إيه؟ السماوات والأرض. طب لمين أعدت؟ للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ تعال ناخد واحدة أو اثنين ونختم. بس صل على النبي. الذين ينفقون في السراء والضراء، أول شيء على أساس أدخل الجنة ننفق. نو إيه؟ ننفق. ها؟ نطلع. يا بخيل، فيه بخيل وفي شحيح. ده في حديث للنبي: ما تصلى على النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات. ثلاث حاجات توديك في ده، في مصيبة. ثلاث مهلكات. الحديث رواه البزار ورواه الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات. أول وحده شح مطاع، فيه بخل وفي شح. البخيل إنني أبخل على الناس، لكن الدرجة ترتقي إلى الشح. إيه هو الشحيح؟ يبخل على الناس وعلى عياله وعلى نفسه حتى. ربنا بيكرهه والنبي صلى الله عليه وسلم بيكرهه. أول صفة تحبها إنك تدخل على أساسها الجنة: الذين ينفقون في الإيه والإيه؟ في السراء والإيه؟ في السراء والإيه؟ طب ما تنساش بالله عليك، الشيء الوحيد الذي يتمناه العبد بعد موته، بعد الإنسان ما بيموت بيتمنى حاجة واحدة بس. تاني شيء وحيد بيتمناه الإنسان بعد موته: إن ربنا يرجعه للدنيا تاني ويتصدق. يتصدق، خلي مخرج الحروف مظبوطة، مش عايز أتكلم على الشيوخ، علينا. يتصدق. حروف الاستعلاء تبقى استعلاء، واللي مش استعلاء تبقى مش استعلاء. يبقى الإنسان إيه؟ يتصدق في السراء والإيه؟ في السراء والضراء. معك فلوس تصدق، أنفق بلالا. النبي بيقول لسيدنا بلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ما تصلى عليه. والله يا جماعة كده، أول صفة الميت بعد ما بيموت: شكر الله سعيكم. أنا خايف أنزل ننضرب. هنكمل الحديث. حاضر. شكر الله سعيكم يا جماعة.
تمام. يبقى الذين ينفقون في السراء والضراء بينفق. سيدنا النبي بيقول للرسول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. طلع يا بلال اللي عندك وربنا مش هيقلل لك لو أنفقت في سبيل الله. ما نقص مال من إيه؟ ده أنتوا حافظين صلاة النبي، مال ما بتنفقوش ليه؟ طب تاني، ما نقص مال من إيه؟ من صدقة. داووا مرضاكم بالإيه؟ لو حدك لو في حد عندك تعبان بالله عليك طلع له صدقة لله، ربنا والله هيشفي. والله والله حصنوا أموالكم بالزكاة. عايز تحصن المال بتاعك وما يدخلش فيه السوسة والبركة تنزل في المال، طلع لله. حصنوا أموالكم بالزكاة. يا بخيل يا اللي ما عندكش دين، في شجاع أقرع مستنك في جهنم لمانع الزكاة، يأخذ بلهزمتيه وشدقيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك. هنقول لك قصة وهنختم بيها، بس صلي على حبيبك النبي. أنا لو خدت مواصفات أهل الجنة مش هنخلص، عايز 3 سنين، فناخده واحدة يبقى كويس. عايز أدخل الجنة أنفق في سبيل الله، كويس كويس. سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر لأنها بدل، سيدنا أبو بكر الصديق ماله؟ كان عنده 9 دكاكين. كم دكان؟ أنا بنحكي بتصرف يعني بنشرح، هتكلم باللغة العربية إن شاء الله مش هعرفها. كان عندي سيدنا أبو بكر الصديق كم دكان يا رجالة؟ 9 دكاكين. كويس. جه زمن على في أهل المدينة و الظروف كانت وحشه، فسيدنا ابو بكر كان بيطلع. ذكرت هذه القصه في اذاعه القران الكريم. كان اللي يروح لسيدنا ابو بكر جعان يديله، اللي عطشان يديله، اللي عايز يتكسي كان بيكسيه. شوف بقى بيكسي. خلص الدكان الاول انفقه في سبيل الله. جت ناس من خارج المدينه، من خارج المدينه راحوا لسيدنا ابي بكر الصديق، خذوا اللي عايز غذاء، اللي عايز أموال، اللي عايز دواء، اللي عايز كساء، اللي عايز ماء، اللي هو عايزه يطلع. هو عايز رضا مين؟ عايز رضا الله. مرضات الله أولا وآخرا. لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهم إن هما واحدا. خلي همك هو مرضات ربنا سبحانه وتعالى. القلب مستحيل يكون فيه 2، يحب الدنيا يحب ربنا سبحانه وتعالى، لكن ماشي على سطر وتسيب 30 سطر ربنا ما يضحكش عليه. أول دكان خلص من عند سيدنا أبو بكر الصديق. جات الناس وزادت، أنفق أنفق، عايزين فلوس وأموال وعايزين، طلع طلع طلع. الدكان الثاني خلص من عند سيدنا أبو بكر. أنفق بلال، سيدنا بلال واقف مع سيدنا أبو بكر وبيطلعهم دكان ورا الآخر، محل ورا الآخر. واحد يقول ده سيدنا أبو بكر كان حلته إيه؟ سيدنا أبو بكر الصديق كان عنده من الأموال ومن الذهب ما يقطع بالفؤوس. بالفؤوس. مش واحد بقى ربنا عطلعه حاجتين ثلاثة كده اتعوج اتلوح، ربنا رزقه بحاجتين ثلاثة خلاص، ما حدش عارف يكلمه، تلاقي فيه كبر. لكن سيدنا أبو بكر خلص 9 دكاكين. شكر الله سعيكم يا جماعة اللي عايز يختم. أنا هنخلص القصة دي وهنختم إن شاء الله لازدحام المكان إن شاء الله في الصرادقة. خلص 9 دكاكين أنفقهم في سبيل الله، ويريد سيدنا أبو بكر الصديق مرضاة الله، فأنفق كل ما عنده. جه واحد متطرف من ورا المدينة من برا خالص مستني، قال لهم ايه؟ قالوا له يروح اذهبوا الى ابي بكر فانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. واحد جاي متأخر لسيدنا ابي بكر الصديق قال له الدين انا نفسي في حتة هدمة، عايز لبس نتسطر. سيدنا ابو بكر يقول له والله فرغت الملابس والاموال والطعام والشراب والغذاء، انا خلصت. قال له يا أبا بكر أتردني صفرا خائب اليدين؟ هترجعني مكسوف كده ولا إيه؟ دخل سيدنا أبو بكر الصديق بيته وخلع ملابسه وطبقها
وأعطاها للفقير وقال خذها فسوف يسترني الله بإرادته. قال حدوم. وأما السائل فلا إيه؟ فلا تنهر. فلا هو فيه سائل غينيس، أنا معاه غينيس يا ابن ما معيش في تناحك ده، بعض بعضهم مش الكل. ما انا هنقول، طب هنقول لك شيء بس تصلى على النبي الكلام ياما خالص. يعني بعض الناس اللي بيسألهم تلاقي راجل صحته الله اكبر، يعني الله اكبر عليه، وانا ويلوح نفسه ويجيب ويزيح في الاذاعه ويأجر التوك توك او يأجر حاجه ويتكلم ويقول والله يا جماعه انا عندي امي عمياء، ويعمي امه يعميه، وعنده اخوه يتكسح يكسح يكسح اخوه، والاخر عشان ياخد فلوس. المهم قال له اتردني جي سيدنا ابو بكر، خلع هدومه وعطاله الهدوم اللي عليه وقعد في البيت. اذن العصر مش لاقين سيدنا ابو بكر الصديق، راح سيدنا بلال يقول له يا ابا بكر النبي مستنيك، انت ما جيتش تصلي العصر ليه؟ قال انا عريان في بيتي. قال له اتصرف، النبي مستنيك. دخل سيدنا ابو بكر الصديق بيته واتى بسعف النخل، عارفين الغطاء بتاع النخل، سعف النخل، وجه واخد وجه مغطي ايه، وجه مغطي عورته، وذهب الى رسول الله في مسجد رسول الله، ودخل المسجد النبوي وجلس مكسوف ومحروق، صلى ركعتين بيرتعش وضعه صعب. فجاء، شوف الغريب، فجاء رجل يصلي بجانب أبي بكر الصديق يرتدي ثيابا مثل ثياب أبي بكر الصديق. واحد جه غريب الناس ما تعرفوش، حاطط سعف نخيل على عورته وقعد في ريح سيدنا أبي بكر جنب سيدنا أبو بكر الصديق وقعد جنبه، فخفف في الموضوع عن سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا بلال أقيم الصلاة أو أقام الصلاة، صلى النبي إمام، والرجل جه واقف اللي لابس زي سيدنا أبو بكر بجانب سيدنا أبي بكر الصديق، خفف الموضوع عن سيدنا، أنا مش لوحدي يعني. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وبعد ما خلص السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الراجل اللي جنب سيدنا أبي بكر الصديق راح للنبي اتكلم مع النبي كلمتين وطلع من المسجد، فجه جاي من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمام سيدنا أبي بكر الصديق وقال له يا أبا بكر أو ما تعلم من الذي كان يصلي بجانبك؟ قال له لا. قال إنه جبريل. إنه جبريل. واعلم يا أبا بكر إن ملائكة السماء لترتدي ثيابا مثل ثيابك يا أبا بكر، والله عز وجل يسلم عليك ويقول إنه راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ فهل أنت راض عن الله؟ فبكى أبو بكر الصديق وقال كيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه، والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. أنفق في سبيل الله، أول صفة للإنسان أن الله يرضى عنك ويدخلك الجنة، الذين ينفقون في السراء والإيه والضراء. الكلام كثير أيها الإخوة، الكلام كثير، والعقبة كؤود والناقد بصير، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا مجمل القول. معلش 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 هندعي. حاضر حاضر حاضر. هذا مجمل القول، عجزت فيه عجزا على الوابل إلى الطل. نسأل الله عز وجل أن يرحم ميتنا بواسع رحماته. كل اللي في الصرادق يقول آمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره. اللهم يمن كتابه. اللهم يسر حسابه. اللهم جاف الأرض عن جنبيه. اللهم انقله من مراتع الدود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود
وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اجعل هذه الليلة أفضل لياليه، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين. هذا مجمل ما أردت قوله، وأرجو الله ألا أكون ممن تخدعه الشمس بطول ظله أو تغره النفس بكثره وقله، إن هي إلا إشارات بعضها متمنى فات وبعضها لا يزال في بطون المؤلفات، لم آتي فيها على آخر الإرادة، ولا أزعم معاذ الله أني أوفيت على الغاية في الإفادة، قد قلت بمقدار ما اجتهدت وما شهدت إلا بما علمت، ومن جعل أنفه في قفاه فإنما السوءة أن يفتح فاه، لكن لا ضير أن أصف النجم في سراه وإن لم أستقر في ضراه، إن هي إلا لبنة على الطريق، وأرجو أن تكون بقدر الياقوت والعقيق، وما أراني بعد قد شفيت غلة النفس وبلغت بها أمنيتها، فهي تنظر إلى كثير وكثير، وأما أنا فإني أشد فقرا إلى عون من الله وتثبيت وتوفيق. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمحو ببعض بعضا ويغفر بخير شرا وبجد هزلا، ثم يعود علينا بعض طول الأمل به وحسن الظن به والحرمان من الناجين يا رب العالمين. تم الكلام، ربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمر وأورق عود. أقول ما تسمعون، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.